بهذه البندقية قتلتم رفيقي بالأمس، وعلى هذه الأرض ما زال المستوطن يعتدي. لن تمروا مهما طالت أقدامكم الهمجية. بلغتهم التي جاءوا بها، لغة الموت وليس سواها، ينادي هذا الجندي على من تبقى من زمرتهم لجلب المزيد من السلاح. لحظات وتقدموا حاملين عتادهم من أعيرة حية وقنابل غازية، وبدأ العدوان على الأهالي والشبان في بلدة سلواد. وخلال ذلك لم يدرك الجنود عزيمة أصحاب الأرض والوطن وما يملكون من صمود لصدهم وإجبارهم على التراجع، فغالبية القنابل الغازية استطاع الشبان إرجاعها نحو الجنود الذين أصيبوا أيضا بحالات اختناق قبل هروبهم من المكان أو تراجعهم. سلاح القتل، وفي أكثر من مرة بدا وكأنه يرد إلى نحور مطلقيه، فسلاح الموت خان القاتل هنا، لكن وفي المقابل تمكن الشبان من إلقاء ما بأيديهم. ولمنع المواجهات أطلق الجنود منطادا لتصوير ما يجري ووجوه الشبان المشاركين لاعتقالهم لاحقا، هذا بالإضافة إلى التقاط صور الشبان عبر كاميرات بيد الجنود. وإلى الغرب من مدينة رام الله، وتحديدا محيط معتقل عوفر، اعتدى جنود الاحتلال على الشبان بالقنابل الغازية والأعيرة المطاطية كانت بها الحجارة تطارد المحتل وتتحدى بنادقه. من محيط سجن عوفر الاحتلالي، علي دار علي، تلفزيون فلسطين.